المنشآت وين المنشآت؟ وين الحيدرية؟ آخر واحد. يتوجه كل عام موكب أهالي كربلاء لتعزية مولانا أمير المؤمنين إلى النجف الأشرف بموكب عزاء، وهذا الموكب بقى سنين يتوجه إلى النجف ويشارك به كل أهالي كربلاء. طبعا بالنسبة لقسم الشعار والمواكب الحسينية في العتبتين المقدستين، بدينا استعداداتنا لهذا الموكب ولنقل الأخوة أبناء أهالي كربلاء إلى النجف الأشرف، وفعلا تمت تهيئة السيارات، وقبل ذلك كان اجتماع موجود أهالي كربلاء كلهم. نسأل من الله العلي القدير أن يديم علينا هذه النعمة وأن يميتنا على ولاية أمير المؤمنين، ويجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إن شاء الله وبأهل البيت عليهم السلام، وعلى الشعار الحسينية، الشعار التي ظلت أمانة في أعناقنا استلمناها من السلف الصالح لنسلمها لأبنائنا، وإن شاء الله هذا عهد لأمير المؤمنين عليه السلام، إننا باقون على العهد وعلى هذا المسار إن شاء الله. مثل ما تلاحظون موكب أهالي كربلاء يشارك بتعزية أمير المؤمنين بوفاة ومصاب محمد رسول الله سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء، وهذا ديدن مواكب أهالي كربلاء والمواكب عموم. ومثل ما تلاحظون عموم مواكب في جميع محافظات العراق الشارك في هذا المصاب الجلال بتعزية أمير المؤمنين وتعزية الأمة الإسلامية بهذا المصاب. يا رسول الله أنبيك بأفعال الزمان، منعوا فاطمة تبكي دمعها كان أذان، يعلن الحزن على موتك يا فرض الحنان، فبنى الحزن لها دارا على كل مكان، حزنها يعني الكثير، فاسأل الظل عالكثير، دمعها لله يشكو كيف لا تبكي السمان.